هل القراءة عن الفضيلة تكفي لاقتنائها؟ لا، القراءة عن الفضيلة يلزمها الإرادة في ممارسة الفضيلة، ويساعدها أيضا الأمثلة الحية العملية للفضيلة، مش بس في الكتب، في الحياة العملية. وبعدين بيقول الكلام عن الفضائل جميل جدا، ولكن التنفيذ صعب. عشان كده الآباء بيقولوا إن في فضيلة اسمها فضيلة التغصب، يعني الواحد يغصب نفسه على عمل الخير لغاية لما يجي الوقت اللي يحب فيه الخير فيعمل الخير عن حب وليس عن تغصب. لكن في الأول لازم يغصب نفسه.